يبقى الاميتر ما هو الا ايه؟ بص معايا كده، ادي الاميتر، والله العظيم الاميتر يساوي جلفانومتر. يعني ايه جلفانومتر؟ يعني مقاومه الجلفانو، جلفانو يعني جي، وعلى التوازي. العلامه دي معناها ايه يا حضرات بسرعه؟ توازي. توازي مع مين؟ ايه الجديد اللي بتحطوه في التركيب؟ ار اس. ار اس ليه بتقولي عليها اس؟ عشان هتبقى صغيره. صغيره بالانجليزي يعني ايه؟ سمول. حطينا سمول، ايوه كده اسمنا عليك. المكونتين بالتوازي ولا لا؟ التوتال يقل ولا يزيد؟ اقل. مين توتال؟ يبقى الار الكليه للاميتر بتساوي شرط الكسر. انا منتظر، يلا ضربهم على جمعهم، ضربهم جمعهم. شكرا انسه. دوت ار جي على ار اس زائد ار جي. عايزه تتخيل معايا، انا مش عارف ارسم من جلبانه ولا اقول لك نرمز له المقاومه الكبيره دي، قال يعني بقى دي مقاومه الجلفان كده وكده، مشيها تمشي معاك. ومعاها كمان مؤشر يا عم اهو، وقدام مؤشر التدريج اهو. بس للاسف بقى التدريج ده هنغير فيه حته بسيطه قوي. ايه هي؟ صفر في اليسار اهو، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة اللي بعده، بس بالأمبير مش بالميكرو. هيخش له من هنا ومن هنا تيار كبير ولا لأ؟ أيوه. أنا عايز أقيس ده. هيخرج من هنا، التيار ده كبير ولا صغير؟ كبير. لو دخل الجهاز يحصل إيه؟ تحرقه طبعا. يا تيار يا كبير. لا بعد إذنك تعالى هعمل لك حارة فرعية اهي على التوازي، مقاومة صغيرة ار ايه؟ اس. حد قال ام؟ ولا اسمها غلط؟ اس. الاس دي عملت ايه في التيار؟ جزئته. يبقى في جزء من التيار يمشي هنا على قدك يا ار جي. جزء يمشي تحت. مين اللي هيمشي هنا؟ اي جي. مين اللي هيمشي تحت؟ قلنا يا سيدي اي ايه؟ اي اس. يبقى الاي توتال المراد قياسه اهو بيساوي الفرعين ولا فرع واحد؟ مجموع الفرعين تبقى ايه؟ انتوا تملوني مع القلم، امشي مع القلم عشان ما نلخبطش نفسنا. اي جي زائد اي اس. في مشاكل؟ لا لحد دلوقتي. في ناس تقول لي مش عارفين مين اي ده، اقول لك ولا تقول لي؟ التيار المراد قياسه. وساعات المسائل يكتبها لك ويلخبطك، لما يلخبطك قول له ما تلخبطنيش لو سمحت، انا ما اتلخبطش انا فاهم. اوعى تزعل، بهزر معاك بس. ده بيسموه كده اقصى، اقصى تيار يمكن قياسه. الله، مين الانسه دي؟ نعمة. شكرا بجد يا نعمة والله. ربنا يوفقكم بإذن الله. بإذن الله. طب مين أي جي؟ ده أقصى تيار يبدو انقياس الجلفانو. مين؟ أقصى تيار يبدو انقياس الجلفانو. آه، برافو عليك. برضو اسمك إيه؟ محمد أمس. محمد مين؟ محمد أحمد علي. منور يا محمد، يا احمد، يا علي، يا سليمان، مش كده؟ اه. ده بيكتبوا برضو عليه في المسائل، يقول لك ايه؟ اقصى تيار يتحمله ملف الايه؟ الجهاز. تمام. ما تقولش جلفان. هو الجهاز دلوقتي بقى اسمه ايه؟ اميتر. بس هو بيتكون من ايه؟ أرجي جلفان. جلفان. يبقى لما اقول لك الجهاز يبقى هو مين؟ هو هو الاميتر. يا باشا انا دلوقتي اشتريت القلم ده. اشتريت القلم كان ملك صاحب المكتبه. بعد ما اشتريته بقى ملك صاحب المكتبه؟ هتقعد تقول لي القلم بتاع المكتبه الفلانيه ولا القلم بتاع الاستاذ اللي اشتراه؟ القلم بتاعنا. مش كده؟ قلم الاستاذ. طب الجهاز ده كان بتاع جلفان. انا خدته وعدلت عليه.
لسه ملف جلبانه ولا بقى ملف الاميتر؟ انا عايز ده في اللغويات للمسائل والاسئله. ملف الجهاز ساعات يقول لك ايه بقى، بيعطلك انت، بيعطل ملفك انت، بيعطل دماغك انت. رد عليا انت، انت ممكن تتعطل؟ لا ان شاء الله. لا ان شاء الله. يبقى ده اسمه ايه؟ مقاومه ملف، تيار ملف ايه؟ جلبان. اميتر. انا بعكسك بقى، ما هو بقى بتاع بنك مين؟ تلاميذ. انت لفيت حوالين مين؟ انت مش لافي في الاسطوانه عشان تعمل جلفانه، عشان تحضره وتخش بيه على الاميتر. يبقى هو ملف. لما اقول لك ملف الجلفانه قول لي امين. ملف الاميتر اوكي، ملف الجهاز. اما انا فاهم وانت فاهم، في اختلاف؟ لا تمام. انت بتقول جهاز القياس صعبه، ايه اللي صعبه فيها؟ رتب معايا، ترتب افكارك تمشي في اي جهاز. في ثلاث حاجات دايما بنتكلم عليهم في اي كهربيه، في كل الاربع فصول، اربع فصول فيزياء كلاسيكيه عليها تلتين المجموع. ايوه، مين هما؟ في واي وار، الثلاثه دول انا متاسس فيهم فصل اول. ماشي، كمل معايا بقى. عرفنا مين اي جي؟ ايوه. وعرفنا مين ار داش او شرطه؟ كليه ولا ككل؟ هي هي دي مقاومه كليه للجهاز. كليه. لو قالها كليه افهم ان هي دي. لو قالك ار جي يبقى دي مقاومه مين؟ الجهاز. مين ار جي بعد اذنك؟ مين ار جي؟ مقاومه ملف مين؟ الجهاز. لو قال لك ار اس اسمها ايه؟ دورها مين؟ دورها بتعمل ايه؟ عملت ايه في التيار؟ جزئته وفرعته. يبقى دي اسمها ايه؟ مجزئ جزئ التيار. بس كده خلصت. بما ان الاثنين دول ار اس وار جي محطوطين على التوازي، مش محطوطين على التوازي؟ اه. بس خلاص، اقسم بالله العظيم ان اطبق ما فهمته وما حصلت عليه من الفصول السابقه. مش انتوا متوازيين؟ ايوه. يبقى الفي جي هو الفي اس. حد عنده اعتراض؟ المعترض يقول لي. لا متساويين. لفوا لفوا عشان يبقى فكري بقى في اي في في الدنيا؟ اي ها؟ فارها. ده اسمه ايه؟ جي. يبقى هنا مين؟ وهنا مين؟ يساوي مين؟ اي اس فار اس فار. مين الجديد في الاربعه؟ مين اللي انت عملته جديد هنا؟ في الاربعه الار اس اي اس. مين مين مين؟ الار اس والاي اس. انا شورت عليها الار اس. ار اس خليها باحترامها في جنب لوحدها، نحترمها قوي ونعظم لها. دي اسمها ايه؟ ار اس. بتساوي البعيد على مين؟ الار جي. مين البعيد؟ اي جي. ار جي على مين؟ على اي اس. ايه رايك خد اي اس بدلاله اي جي عشان عندي اي جي هنا واي جي تحت. اكتب ايه هنا؟ اي ناقص مين؟ اي جي. خسر الاميتر؟ لا. ده قانون مجزئ التيار ولا لا؟ ايوه ها هو قانون مجزئ اللي انت عايزه من الصفحه دي، قانون مجزئ. وعايز من الصفحه دي، انا اتكلمت عن المقاومه، اتكلمت عن الاي، اتكلمت عن الفي، ودي ار، ادي قوانينك اهي. في قانون مهم جدا للاميتر هنا لازم نتكلم فيه. اعرف كده، اي جهاز ليه كفاءه. اي جهاز ليه ايه؟ الحساسية. يعتبر صح؟ ليه حساسية؟ حسيت الأميتر فين؟ قبل التعديل لما خبي دي كان بيقدر يقيس ايه؟ الاي جي. طب ما حطيت كده بقى يقيس ايه؟ الاي كلية. يبقى حسيته النسبة بين اللي كان على الجديد. يبقى حسيت الأميتر، اكتبها لكم في ورقة جديدة، خليها في ورقة نظيفة كده. حساسية الاميتر بتساوي شرطة كسر
مين اللي كان؟ اي جي. ومين الجديد؟ اي توتال اللي هو كبير، مش كده؟ اقصى تيار يتحمله ملف الجهاز اقصى تيار يمكن قياسه حاليا. طيب بالطريقة دي اقدر في البيت، ولو عايزينها بس مش عايز ده وقتك، دي في نفس الوقت بطريقة رياضية بسيطة هتساوي ار اس على ار اس زائد ار جي. ومن هنا يتضح لنا الاتي: حساسية الاميتر، كأنك بتتكلم في حساسية جلفانوميتر، بتتناسب طرديا ولا عكسيا مع الار اس؟ طرديا. مش كده؟ اه تمام. صح ولا غلط؟ صح. يبقى الار اس دي زيادتها بتزود مين؟ حساسيه الاميتر. يبقى تزود سيتا. ايه ده؟ مين سيتا دي؟ مين اللي دخلها هنا دي؟ زاويه الانحراف. طب زاويه ايه؟ انحراف. مين اللي قال انحراف؟ انا. مين؟ أنا. على العموم بشكره، بشكره بجد، مش كده؟ ار اس تتناسب مع السيتا، والسيتا يعني تاو، والتاو كل الباقي الليله اللي كان. ايوه. مين فاهم كده؟ نعم. دلوقتي ازاي حساسيه الامين بتتناسب دي مع الار اس؟ مش احنا لما نزود الار اس المقاومه هتزيد، فبالتالي التيار اللي هيزيد هو الاي جي. برافو عليك. يعني الاي جي هيزيد ولا لا؟ هيزيد. لما يزيد يزود الانحراف ولا لا؟ هيزود. هيزود. بس احنا لما هنزود الار اس كده احنا هنكون يعني الى حد ما بنفقد اهميه ان احنا بنحطها على التوازي. ثانيه واحده، انت بتتكلمي صح وفاهمه ورجعت تاني يعني انت فاهمه. ار اس يا استاذه زاويه مين؟ ايوه تاو. وسيتا ولا لا؟ وبالتالي فعلا تزود مين؟ ما بتزودش اي اس، بالعكس بتعطل اي اس. لا لا ايوه بتزود ال اي جي. والاي جي موجوده في القانون السابق ولا لا؟ موجود اهي. موجود. هي اي جي بالاحمر، علاقتها ايه بالاحمر ده؟ ايوه ايوه تمام. يبقى اي جي من ضمن العوامل ولا لا؟ ايوه من ضمن العوامل. تمام. انا بتكلم مع ناس فعلا دماغها كويس. من قعدتي معاكم دلوقتي عرفت الناس دي ان شاء الله ليهم مستقبل كبير على الاقل في الفيزياء، والمستقبل في الفيزياء كبير اكيد في كل المواد. ان شاء الله. يبقى الار اس خدمت ولا ما خدمتش؟ خدمت. نشكرها ولا ما نشكرش؟ نشكرها. مسائل الاميتر سهله ولا صعبه؟ سهله. لا تفهمك سهله. حلو. مسائل الاميتر وبيننا وبين بعض الايام بيننا وبين بعض القانون. اوكي. تمام. انتوا معاكم مخرج ما شاء الله عليه، مش عايز احسده. الباشمهندس محمد هو فين؟ الباشمهندس محمد ده حد جميل جدا. طبعا انتوا عارفينه اكتر مني، يتعامل معاكم ويتواصل معاكم، مش كده؟ بيصور لكم ورق، انا عندي علم انه بيصور لكم الورق وبيبعته لكم وعامل لكم جروب وكل الحاجات دي، كل الكلام الجميل ده. وهو اساسا بقى بما انه اقول ولا بلاش، الهندسه ليه علاقه بالفيزياء اكتر من بتوع الفيزياء ولا بتوع الفيزياء اكتر من بتوع الهندسه؟ هو فيزياء طبعا. على لا على فكره السؤال ده مش في صالح انا، في صالحه هو. هو سمعنا وسمعكم. سمعنا يا باشمهندس محمد ولا لا؟ طيب بيننا وبين بعض لازم تحلوا كتير، والمساله اللي تعطل تعالى نحسبها وتعالى نشوفها مع بعض. بس انا كان لازم النهارده اعدي بالكوبري كده على الفصل الثاني كله كده تقريبا، مش فاضل لي منه الا قطعتين صغيرين. اسمه ايه القطع؟ مين بقى؟ البروتوميتر والهوموميتر. انتوا مستعملين ولا لسه؟ تمام. ولا عندكم عشاء ولا حاجه وهيكون بس؟ لا لا ولا حاجه. يعني اكمل؟ ممكن تاخد بريك. والله هو اللي بيقول لكم طب خدوا بريك.
بريك قد ايه طيب؟ 5 دقايق. 5 دقايق؟ اه ماشي، ناخد 5 دقايق. تمام.